كده في البداية عايزين نعرف الناس اللي بتعاني من التهاب العظام وآلام المفاصل، ايه العادات الغلط اللي بيعملوها في اليوم بتاعهم عشان كده بيوصلوا للمرحلة دي؟ طيب، هو سؤال جميل وربنا يوفقنا في الإجابة. مبدئيا الآلام الروماتيزمية مشكلة كبيرة عندنا في مصر، يمكن في الدول العربية. الناس كلها بقت دلوقتي بتشتكي. زمان كنا نعرف إن والدتي بس بعد ما وصلت 50 سنة و60 سنة بدأت رجلها توجعها. النهاردة بتلاقي البنت الصغيرة اللي عندها 10 15 سنة و20 سنة و25 تقول لك رجلي مش قادرة، وركبتي، ظهري مش عارفة، رقبتي، وهي ما عملتش أي حاجة في حياتها، يعني غير راحت الجامعة ورجعت. يعني دي بقت مشكلة كبيرة جدا، وده بيرجع لأسباب كتير جدا. لازم نبسط الأمور بطريقتنا اللي احنا بنعملها مع الناس. كل تشو في جسمنا أو كل خلية في جسمنا فيها حاجة اسمها بين ريسبتور. حاجة اسمها ايه؟ بين ريسبتور. والبين ريسبتور ده ليه تراكت أو أنبوبة. الأنبوبة دي بتوصل للجهاز العصبي، للسي ان اس، للمخ، تحس بالألم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا جيت ببساطه شديده جدا، دي الحته اللي اتخبطت مثلا في جسمي، فيها الحاجه اسمها بير ريسبتور، وليكن الشرط اللي انا بعملها دي، وبتروح ماشيه في انبوبه كده، تراكت، بيسموه تراكت كده. التراكت ده يوصل للسي ان اس او المخ. تمام. يبقى ده الميكانيزم بتاع الاحساس بالالم. انت اتخبطت هنا، الشعيرات دي تحس بالخبطه، فتروح ماشيه في السير العصبي ده، وتروح موصله للمخ، فيقول له ان في خبطه هنا، فيحس بالالم، فالانسان يحس بالالم. طيب، يبقى وانس ان الريسبتور دي يحصل لها اكشن، يحصل لها التهاب مثلا. لو قلنا انواع الالام، هنقول ان في عندنا 3 انواع من الالام. اول حاجه اسمها انفلوماتري. انفلوماتري ده اللي هو التهاب في جزء معين، في الجزء اللي انا رسمته لك ده، فيحفز الخلايا دي فتوصل لحد هنا، فيقول ان في الام. واهمه ده اللي هو روماتويد ارثرايتس، ده طبعا مرض مناعي، اللي هو الناس اللي عندهم روماتيزم، اللي هو التهاب في جزء معين، وليكن في المفصل ده او في مفصل ده او في مفصل الركبه او في رجليه او في اصابعه. يقول لك تلاقي اللي عنده، اللهم احفظنا، ربنا يشفي الناس كلها يا رب جميعا، يقول لك الصينيه دي بدات تتعوج والالم رهيب، ده عنده روماتويد، ده مرض مناعي. روماتويد ارثرايتس ده مرض مناعي، ولكن ده نوع من انواع الالم اللي هو شديد جدا بقى، ده اشد الالام، اللي هو الالتهاب بيجي في الجزء ده، فتروح حاسه بيه الريسبتور، فيروح ماشي على التراك ده، يوصل للمخ، فتحس بالالم. ده اول نوع من انواع الايه؟ الالم، لازم نبقى عارفين. تاني نوع حاجه اسمها الريسبتيف بين، وده جاي نتيجه الخبطه. يعني حضرتك اتخبطت في رجلك، او حد اتخبط في رجله، فيروح فورا يوصل للمخ فورا عن طريق برضه نفس الريسبتور ونفس التراك، ويروح طالع على فين؟ لانه بيحفز حاجه اسمها النوسي ريسبتور. النوسي ريسبتور ده اللي هو اتخبطت هنا، فبتروح انا اول ما اتخبطت على طول دماغي وصلت الاشاره بسرعه، فحسيت بالالم، حسيت بالخبط. ثالث نوع اللي هو النيوروباسيك بين، وده ايه؟ الخلايا العصبيه نفسها تبتدي تتعب من كتر مثلا الشيل. واحد بيشيل كتير، فاضل بقاله 20 سنه او 30 سنه بيشيل على كتفه او على ظهره، فيجي له غضروف، فالغضروف ده نفسه يبدا يعمل الالام دي. طيب، يقول لك